جسر أوفرتون في ديمبارتون بأسكتلندا يعد من الأماكن التي تحدث به أمور غريبة. يعرفه معظم الناس بأنه جسر الكلاب المنتحرة، لأنه منذ أكثر من 50 عاماً وقع العديد من الكلاب وانتهى بهم المطاف في قاع الوادي. حتى الآن فشل العلم في تفسير هذه الظاهرة، حيث تصل الكلاب هناك وفجأة يبدو أن شيئاً غريباً يدفعهم للقفز. يعتقد البعض أن جسر أوفرتون هو المكان الذي تتلاقى به السماء مع الأرض، مما يمنحه قوى التنويم المغناطيسي. ويعتقد آخرون أن شبح السيدة البيضاء يجوب المكان هناك ويحث الكلاب على القفز. كما توجد شكوك هناك تقول أن هناك بعض الثدييات رائحتها تجذب الكلاب.